ترى كل ما فيها جميل، واستقم مهما جرى عن عهودك لا تميل. غرس طيب للورى جانا بالخلق الفضيل، نحو هامات الثرى فيه برهان الدليل. من إلى الحق برى لا يهاب مستحيل، دون أحلام الكرى يرسم المعنى الأصيل. طيف أجسام سرى يغمر القلب العليل، فوق أفياء الثرى يرتجي ظل الظليل. ابتسم حتى ترى كل ما فيها جميل، واستقم مهما جرى عن عهودك لا تميل. تحدثنا في حلقة سابقة عن الجحود، وربطنا ما بين الجحود وما بين أنواع الحب الحقيقي والنرجسي بين الآباء والأمهات من ناحية، وبين الأبناء من ناحية ثانية. لكن اليوم حنتحدث عن جزئية قد تكون مستهجنة عند الكثيرين، وهذه جزئية تندرج تحت سؤال: ما الحكمة من الجحود؟ وهذا السؤال في الحقيقة مع غرابته إلا أننا سنرى أن للجحود حكمة. الكثير من الآباء والأمهات بيشتكوا من جحود أبنائهم، كما يشكو آباء المراهقين والشباب بصورة خاصة من هذا الجحود. ويبدو تبدو هذه الشكوى على هيئة خروج الولد من البيت واستمتاعه مع أصحابه، والابتعاد عن الأب والأهل والأخوة والأخوات. لكن هنا نحتاج للتأكيد أن ما يعتبره هؤلاء الآباء جحودا قد لا يكون جحودا، وإنما قد يكون رغبة في الاستقلالية، وهذه الاستقلالية متسقة مع المرحلة العمرية. يعني هم صاروا طيور كملت أجنحتهم والآن يريدوا أن يطيروا، ولكن طيران محدود. مرحلة الشباب غالبا ما تتصف بهذه الرغبة في البعد عن الأهل، وهذا البعد كما قلنا يترجمه الكثير من الآباء والأمهات على أنه جحود لجهودهم التي بذلوها. إلا أن الشاب في كثير من الأحيان يريد أن يكون له عالمه الخاص من الأصحاب والأقران، وبتقدير لا يمكن اعتبار هذا الخروج جحودا، كما أن خطره ليس مؤكدا، بشرط واحد: أن تكون الصحبة صحبة طيبة، ما هي صحبة سيئة. لذا فإن الأمر يتطلب إيضاح جملة من الحقائق، وبالذات تلك المرتبطة بأسرار الجحود ومتعلقاته. فالجحود سمة ربما قال البعض أنها تميز هذا العصر إطلاقا، حقيقة أنها سمة تميز البشر منذ بدء الخليقة. وإن كان البعض يرى أنها قد زادت في هذا العصر، أرجع أقول الأمر نسبي الحقيقة. والسؤال الذي يلح في طرح نفسه هنا هو: هل يعجز الله تباركت أسماؤه أن يخلق بشرا بلا جحود؟ والجواب عندي إطلاقا، والجواب عندكم أظن إطلاقا. لا يمكن أن يكون إلغاء الجحود من النفوس أمرا صعبا على الخالق. إذن لماذا كان الإنسان بصفة عامة جاحدا للنعم، ولماذا كان جاحدا لنعم خالقه عليه؟ وأكبر شكل أو صورة من صور الجحود الإنكار وجود الله عز وجل. ولماذا لا ينجو من هذا الجحود إلا عباد الله المؤمنين الذين يمارسون شكر الناس باعتباره جزءا من شكر الله عز وجل؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لماذا ارتبط الحظ على شكر الناس بالإيمان بالله؟ والجواب ببساطة أنه الإنسان جاحد بصفة عامة، ويؤكد ذلك قول الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. ويفترض من حيث المبدأ أن من عمر الإيمان قلبه سوف يتحول إلى شاكر. وكلنا يعلم أن الإنسان يمتلك صفة الطغيان، وهي التجاوز بمجرد إحساسه بأنه استغنى عن الآخرين أو استغنى عن الله، سواء كان هذا الاستغناء بالصحة والعافية، ولا بالمال، ولا بأي نوع من أنواع الـ يعني القوى إذا جاز التعبير.
نحن نجد في حياتنا اليومية من يجحدون فضل غيرهم حتى لو كان غيرهم هو السبب الشرعي والمباشر لوجودهم على سطح الأرض وفي هذه الحياة، مثل آبائهم وأمهاتهم. فكم من الأبناء الذين يراعون قاعدة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كم نسبة الذين يتذكرون صباح مساء هذا الجهد الهائل والمعاناة اللي تحملتها أمهاتهم وتحملها آبائهم في سبيل الوصول إلى ما وصلوا إليه. خلاصة القول أن الإنسان إذا ترك دون تربية على قيم تحض على بر الوالدين لن يكون بارا، ولو ترك لشهواته ونزواته دون تربية لطغى وجحد وكفر حتى بأنعم خالقه عليه. لكن دعونا نفكر بفائدة واحدة للجحود. وقد يقول قائل وهل للجحود فائدة؟ نعم، الجحود له فائدة وهي عظيمة. الجحود بتقديري أشبه ما يكون بالمطبات اللي توضع في الطرق، ولا أظن أن أحدا يستمتع بمثل هذه المطبات، وكثيرون هم الذين يتضايقون منها خاصة إذا كانوا يعني في عجلة من أمرهم. ليه؟ لأنها تبطئ سرعتهم، وهم في حقيقة الأمر في تلك الظروف بأمس الحاجة للوصول بوقت أقصر وأقل. لكن هذه المطبات تساعد الجميع اللي متضايق منها واللي ما هو متضايق على تفادي الحوادث، وتجعلنا بعد اعتيادنا عليها نهيئ أنفسنا لها، ومع اعتيادنا عليها يقل ضيقنا منها. والحكمة من الجحود أكبر بكثير من الحكمة من المطبات. فالحكمة من الجحود كما أراها تكمن في أنه يساعدنا في الحكم على الحب، هل هو حقيقي أم نرجسي، وهل يطمع المعطي بأجر الله له على عطائه أم بشكر من يحبهم ويعطيهم. فمن كان يعطي لأنه محب ويرجو المكافأة من الله فينبغي أن لا يتبدل حبه إذا جحده من استفاد من هذا الحب، لننيته في الأصل هي الحصول على مكافأة من الله. ومن كان حبه نرجسي ولكنه يزعم أن عطاءه لله هو في الحقيقة يريد الشكر والجزاء من الناس، فهذا سيتوقف عطاؤه بمجرد أن من يحبهم لم يعترفوا له بفضل، سواء كان ذلك من خلال التمرد على بعض أوامره أو من خلال رغبتهم في الاستقلال يعني. إن المقابل المطلوب لهذا هو قول تلك الفئة من الناس: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نطعمكم لوجه الله هي الأساس، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هي التوضيح. وفي الحقيقة كثيرون منا يقولون نحن نعطي أبنائنا لوجه الله، ولكن إذا دققنا النظر سنجد أنهم ينزعجون جدا بمجرد أن تظهر أي صورة من صور الجحود من أبنائهم، حتى لو كانت كما قلنا نوع من الاستقلالية. نحن في كل الحالات رابحين من عطائنا إذا كان لله، وفي الوقت ذاته نكون قد حصلنا على هذا الأجر نتيجة هذا العطاء، حتى لو جحدوا كما قلنا ولم يبرونا فلن نخسر الأجر عند الله، وفي الوقت ذاته سنستمر بالعطاء إذا كنا نبغي بهذا العطاء وجه الله. وسيأتي يوم، وأنا على يقين من هذا، سيأتي يوم على الأبناء حتى لو كانوا جاحدين سيدركون حينما يصبح عندهم أبناء قيمة عطائنا لهم، على الأقل كما قلت في لحظة وجود أبنائهم في حياتهم. نلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتسم حتى ترى كل ما فيها جميل، واستقم مهما جرى عن عهودك لا تميل. غرس طيب للورى جانا بالخلق الفضيل، نحو هامات النرى فيه برهان الدليل. من إلى الحق برى لا يهاب مستحيل، دون أحلام الكرى يرسم المعنى الأصيل. طيف أنسام سرى يغمر القلب العليل، فوق أفياء الثرى يرتجي ظل الظليل.
تبتسم حتى ترى كل ما فيها جميل واستقم مهما جرى عن عهودك.